أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا
ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا صدق الله العلي